بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم عبد الرحمن السلمان من قناة دحوم دي سفن. اليوم راح نشرح لكم لعبة الصياد بناء على طلب الأخ العزيز هذا. اللعبة مساحتها 1 جيجا، طبعا أو 1018 ميجا. طبعا اللعبة أول ما أو بعد ما تخلص من تحميلها راح ينتج لك الملف هذا، راح تفتحه راح يطلع لك بهذا الشكل. طبعا تروح على المجلد هذا أو الملف المضغوط هذا وتقول له استخراج هنا. طبعا على بال ما يستخرجه نصبر شوي. طيب الحمد لله، الحين استخرج لنا الملف هذا هو. طبعا ملف مضغوط ثاني راح نستخرجه، راح نقول له كذا. الآن يطلع لنا اللعبة. طيب فيها اللعبة الكراك والأشياء هذه، الصور والخرابيط هذه، بس ننتظر شوي. طيب الحين خلص. طبعا ما راح نجي لهذولي ابد، هذولي ما علينا منهم. ننزل اخر القائمة وناخذ التطبيق هذا، ضغطتين عليه. وراح يتثبت معانا. طريقة سهلة، كلها نكس 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 وما فيها اي مشاكل. طبعا ما في الا الانجليزي. نقول جو نيكست. طبعا هنا مكان اللعبة نيكست. طبعا يقول لك اختار اسم اللعبة او اشياء زي كذا. نيكست. طيب الحين هذا ما راح ياخذ وقت، تقريبا الى هنا بيوصل النص وراح يطلع لك تبع اللي هو كرت الشاشة. فنصبر شوي ان شاء الله هذا ما يطول. يعني اللي بيطول يمكن حق كرت الشاشة، لانه ينزل زي ما تقولون، ينزل لك تطبيقات او اشياء خاصة بالكرت الشاشة عشان تدعم لك اللعبة نفسها. فان شاء الله يخلص هذا بسرعة. والله شكله بيطول. عموما راح اقطع الفيديو وارجع لكم من جديد. رجعنا لكم من جديد. طبعا في نص التثبيت راح يطلع لك اللي هو تبع كرت الشاشة. راح نقول موافقين على الشروط، نقول next. طبعا تثبيت فعد. انا مثبت اللعبة من قبل فيمكن ما ياخذ وقت، وممكن عاد انه يكون حذف الاعدادات وبيثبت من جديد. ما اخذ وقت. طيب الان نقول له فينش، اللعبة على طول تخلص. نقول له فينش. طيب الان خلصنا من تثبيت اللعبة. طبعا ممكن راح يفتح لنا موقع البرنامج، راح يفتح لنا اياه، راح نسكره. طيب الان نروح نثبت كراك اللعبة. نروح على ملف كراك ونفتحه ونسوي هنا نسخ. نسخ.
طبعا خلونا نروح هنا على اللي هو الكمبيوتر والقرص الصلب او القرص المحمي والملفات البرامج او زي كذا. ندور على اسم اللعبة، اي هذا اسم اللعبة، نفتحها ونروح على جيم ونقول هنا لصق، نسخ واستبدال وتشتغلنا اللعبة. طيب عشان نحطها على سطح المكتب نقول ارسال الى سطح المكتب انشاء اختصار. طيب نرجع على سطح المكتب نلقى انشاء اختصار هنا او رمز اختصار. طبعا ما يمدينا شغل اللعبة الحين، اللعبة تشتغل معك تمام، طبعا ما يمدينا شغل اللعبة عشان برنامج تصوير شاشة. هذا كل شيء، لا تنسون سبسكرايب ولايك وفولو على تويتر، وأي سؤال أو استفسار أنا جاهز، وأي شخص عنده برنامج أو لعبة وده إني أشرحها له فقط يرسل لي في الكومنت وبإذن الله أجاوب عليه. وفي أمان الله.